المدرسة الثانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور الستاشر من محافظة اسكندرية. نرحب كلنا بمدرسة الزهراء الخاصة. مدارس الزهراء الخاصة للغات بالأسكندرية تم تأسيسها عام 1993. حصلت المدارس على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة عام 2010. حققت المدارس المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة والمراكز الأولى للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة. هيمثل مدرسة الزهراء الخاصة في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم مريم حسن. برنامج العباقرة هيفيدنا عن طريق إن هو يزود ثقتنا في نفسنا، ومعلوماتنا هتبقى كتير جدا، وهيزود عندنا المعرفة دايما إن احنا نبقى دايما عايزين نعرف حاجات. عمر محمد. أنا أول مرة شفت البرنامج على التلفزيون عجبتني جدا الفكرة، واحترمت المحتوى اللي البرنامج بيقدمه، وحطيت هدف في دماغي اللي أنا بإذن الله هوصل للبرنامج في يوم، والحمد لله أنا النهاردة بحقق حلمي، وهحاول قد ما أقدر اللي أنا أجمع أكبر عدد من النقط عشان أساعد مدرستي اللي إحنا نوصل للكأس إن شاء الله. منى أحمد. إحنا النهاردة معتمدين على عمر في فقرة تحت الضغط، لأن عمر أكتر واحد هادي شوية وهيقدر إن شاء الله يجاوب أكبر عدد من الأسئلة النهاردة، وإحنا إدينا له معلومات في كل المجالات، وإن شاء الله يقدر يعمل حاجة كويسة ونتأهل للدور 16. يوسف أحمد. إحنا مدرستنا وفرت لنا عدد كبير من المدرسين في كل المجالات، وفروا لنا عدد كبير من المعلومات، وإحنا إن شاء الله مش هنغزلهم ونوصل للأدوار النهائي. الزهراء الخاصة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بتشاركوا لأول مرة صح؟ صح. قولي يا مريم شاركتوا إزاي؟ رئيس اتحاد الطلبة قدم، والموضوع كان بكل سهولة، وبعد كده ابتدينا نختار الطلبة ومشينا في التدريبات والحمد لله. الموضوع كان صعب؟ لا يعني، وبس كان محتاج تغطية للمجالات كلها، دي أهم حاجة، والاجتهاد، بس التواصل كان سهل جدا يعني. دي رسالة مهمة جدا لكل مدارس مصر من مريم. اي حد عايز يقدم بيقدم، يخش اختبارات، والاكفأ بيشارك. صح؟ صح. مريم عايزه تبقي مذيعه، عايزه تقدمي برامج نوعها ايه؟ فن، برامج اجتماعيه، حابه توك شو يعني. يعني بس مش اخبار وكده، حابه اكتر الفنون والفاشن وكده. احساسك ايه جوه الاستوديو بقى؟ احساسي النهارده ما يتوصفش، حاسه ان هي تجربه جميله جدا، اكسبيرينس الصراحه ما تتعوضش يعني، فظيعه. بالتوفيق يا مريم. عمر ومنى ويوسف برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. نحيي كلنا مدرسه الزهراء الخاصه. العباقره.